صارك حال شباب؟ معكم شركيال بشركه كير جاكم فيديو جديد. صار شباب اليوم جابكم انبوكسنج بشكل جدا سريع للابتوب مونستر الجديد اللي هو مونستر تولبر تي 5 فيرجن 15.1. الماركه اللي هي او النوع تولبر تي 5 في منه كثير انواع. فهذا الفيرجن 15.1 بكرت شاشه جي تي اكس 1060. فهعمل انبوكسنج بشكل جدا سريع وان شاء الله فيديو بكره او بعده رح العب ماب زومبي ماب كوستوم ماب من بلاك اوب 3 شيء جدا رهيب على هاللابتوب لتشوفوا قدرات اللابتوب. اوكي قاعدين نطلع اللابتوب ومبين انه ضخم. كرت شاشه 1060 ما يعتبر شيء هين فاكيد يحتاج لابتوب ضخم. اوكي هذا هو اللابتوب نشوفه مع بعض. مو ضخم مره بس انه كرت شاشه 1060 ف راح يكون اكبر من اخر لابتوب مونستر سويت عليه ريفيو لانه يعني هذا كان كرت شاشه 1050 هذا 1060. اوكي عن هالاشياء بتجي معه اللي هو السي دي التعريف وفلاش الويندوز يعطوك ويندوز كامل مع اللابتوب فما نحتاجها. وعندنا هالبوكس فيه الشاحن ان شاء الله الشاحن ما يكون ضخم معظم شواحن اللابتوبات تكون شيء ضخم جدا. خلنا نشوف هنا لا والله ضخم الشاحن ضخم بس انه يعني لابتوبات دائما تحتاج شاحن ضخم يعني قاعد تشغل كرت شاشه 1060 اللي نحط بي سي هالقد ف حجمه يعني صغروا لك شيء بلابتوب فاكيد يحتاج شاحن ضخم. فهذا هو الشاحن. وعن اخر شيء البطاريه. اوكي شباب مواصفات اللابتوب فيكم تلاقوها تحت بالوصف راح احكيها بشكل جدا سريع اللي يفهم باللابتوب. طبعا اول شيء المعالج كور اي 7 8700 كي بست انويه و12 خط معالج. كرت الشاشه جي 4 جي تي اكس 1060 من انفيديا. شاشه من نوع اي بي اس وتدعم تقنيه الجي سينك من انفيديا اللي هي بتكون مزامنة لمعدل الإطارات. هاي بشكل جدا سريع التفاصيل كلها فيكم تلاقوها تحت بالوصف عن اللابتوب. وإن شاء الله الفيديو القادم راح أسوي فيديو ألعب فيه اللي هو كوستوم ماب من بلاك أوب 3 أحطه على أعلى إعدادات وتشوفوا وضوح اللابتوب. في أي شباب هالفيديو اليوم أتمنى يكون عجبكم. أتمنى هذا الفيديو لا تنسوا تنمو الفيديو بزر اللايك وستنوا الفيديو القادم راح أجرب اللابتوب لتشوفوا قوته بالجيمينج. وإذا بدك تعرف تفاصيل عنه أكثر أو سعره وكل شيء راح تلاقي بالوصف. سعره تقريبا 5000 درهم أو ريال سعودي. راح تلاقوا رابط شراء كمان موجود تحت بالوصف. فأي بس كان معكم شركيال وشركة كيش كوميدي هات تاني إن شاء الله. مع السلامة.